معارك عنيفة يخوضها مقاتلو الفصائل الإسلامية في مدن وبلدات المرج ضمن معركة أطلقوا عليها اسم الله أعلى وأجل، تهدف إلى فك الحصار عن 1,200,000 نسمة محاصرين في الغوطة الشرقية. حقيقة كانت هذه المعركة معركة ضخمة جدا، أول معركة بتصير بهذا الحجم. النظام خلال 8 أشهر أخذ جميع هذه القرى والبلدات، بفضل الله سبحانه وتعالى أكرمنا الله بأنه استعدنا السيطرة على هذه البلدات خلال 4 ساعات فقط لا غير. الجديد في هذه المعركة أنه خلال 4 ساعات بآن واحد وبلحظة واحدة تمت العمليات التالية. أولا ضربنا خط الدفاع الأول ممتدعة 8 كيلومتر. 2 عملنا كمائن على مفارق الطرقات داخل خطوط النظام، هجمنا على 8 مقرات ومنها غرفة العمليات الأساسية، وتم قتل كل من فيها من جنسيات مختلفة. برفقة مقاتلين من الفصائل الإسلامية توجهنا إلى خطوط الجبهة الأمامية للمعارك، حيث تمكن المقاتلون من استعادة السيطرة على 8 قرى وبلدات من منطقة المرج، لعل من أهمها بلدة الدير سلمان والبحارية والقيصة والجربة. كان في مكاسب كتير كبيرة بهذه المعركة. حصلنا على اغتنمنا 44 آلية من بيناتهم 9 مجنزرات و4 دبابات، اغتنمنا 4 مستودعات سلاح وذخيرة، راجمات صواريخ، رشاشات بكيسي، رشاشات متوسطة وثقيلة، مدفع 57، اغتنمنا أيضا ألغام. أكد لنا قادة المعركة هنا أن معركتهم التي يخوضوها في منطقة المرج من أنجح العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية، حيث كبدوا قوات النظام المدعومة بجنسيات أجنبية، لعل من أبرزها مقاتلين عراقيين وإيرانيين ولبنانيين، خسائر كبيرة بالأرواح، لعل من أهمهم قادة من حزب الله اللبناني. رصدنا أكثر من 800 جثة للعدو، حصلنا على 204 جثث هم في قبضتنا، ناهيك عن عدد الأسرى اللي هم تحت قبضتنا حاليا. أؤكد بأنه الجثث فيها جنسيات مختلفة وضباط على مستوى عالي من جنسيات مختلفة. إذن هي معركة فك الحصار بشقها الأول قد انتهت، فالتوحد الكبير ضمن غرفة عمليات مركزية هو السبب الرئيسي بنجاح هذه العملية، فالمعركة بشقها الثاني لم تبدأ بعد، حيث ينتظر قادة المعركة الوقت والزمان المناسبين. تقدم كبير يحرزه مقاتلو الفصائل الإسلامية في مدن وبلدات المرج، حيث استطاعوا استعادة السيطرة على أجزاء كبيرة في مدن وبلدات المرج، ليكبدوا قوات النظام المدعومة بميليشيات لبنانية وعراقية وإيرانية، خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد. لأورينت نيوز، يمان السيد، منطقة المرج.